آه دي بقى بالنسبة لي تجربة حلوة جدا، لأن الصدفة تجمعني بمخرج أنا شفت له فيلم قصير هنا في الجونة من 3 سنين، كان أكتر فيلم عجبني وقد كان وكسب جائزة المركز الأول، وقلت أنا عايز أشتغل معاه، وفضلت متابعه فترة وكده، وهو برضو كان اتفرج على الليل خارجي وكان معجب جدا بشغلي، وحصل المشروع ده وحصل الكولابوريشن دي، وفعلا فعلا كان من ألطف اللوكيشنات اللي كنت فيها، يعني انك تتعامل مع حد مصري وفي نفس الوقت عنده خلفية سويسري وبيشتغل بطريقة أجنبي شوية زي اللي أنا كنت شغال بيها برا لما اشتغلت برا. فاستمتعت طبعا مع سلمى بضيف ونانسي صلاح وعلا رشدي كانوا معايا في الحلقة. فلا ما زي ما بقول لك الكواليس كانت مختلفة جدا، كان في حرية في الشغل، كان هو واثق فيا جدا وخليني اجرب وبيزقني ان انا اجرب حاجات جديدة. مش هقدر احرق قوي عن الشخصية لان هو في الاخر حلقة 40 دقيقة عاملة زي الفيلم القصير شوية. داخل الانسان او داخل العلاقات نفسها اللي هو ما تاخدش كل حاجة كده. بس حفرة ده برضو دي برضو يعني تجربة بالنسبة لي حس انها تطور لفكرة ان انا بحضر الافلام القصيرة، ان فجأة بعد شوية حسيت طب ما يعني الموضوع مش صعب، الموضوع محتاج بس فكرة حلوة، هو مش محتاج فلوس كتير، فعلا فعلا ممكن تعمل فيلم حلو بفكرة ب2 جنيه، فاهم قصدي؟ الموضوع مش في التمويل، الموضوع في فعلا الموضوع والفكرة والطريقة اللي بتوصل بها الفكرة. فلما لقيت عمرو كان بقاله كتير بيشتغل، هو بياخد ورش اخراج وكتابة وكده ومسحول جامد هو في الموضوع ده، فوريني الفيلم القصير الكاتب قلت له ايه ده، الفيلم ده فكرته هايلة وده بسيط جدا يتعمل، قلت له يلا بينا نعمله يا عمرو، يعني ننتجه احنا ونعمله وانا هنتجه يعني، فيلا بينا. وقد كان وعملنا الفيلم وطلع لذيذ جدا، واتقابلنا في مهرجان مش هقدر اعلن عنه غير لما هم يعلنوا، بس كان نفسي اروح فيه وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله يظهر للجمهور قريب جدا، والتجربة اتعلمت منها كتير، واتمنى يعني تفتح لي المجال بقى ان انا انتج ربما فيلم قصير تاني، او ممكن كمان انتج واخرج فيلم قصير، فلسه قاعد فكرة بتلعب في دماغي يعني. ميرسي جدا.